مساء الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيح لاباس؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندويو على المصروف. اش اخباركم نتوما مع المصروف ومع الميزانيه؟ كيفاش كتبارطاجيو ميزانيتكم ديال الشهر؟ واش كتخرجوا ريوسكم ولا لا؟ اجي نشوفوا انا كيفاش كندير. المهم بالنسبه لي انايا كاي وحده في البدايه ديال الزواج ديالها، يعني كلات العصا مزيان، خصوصا وحده ملي كتكون جايه، يعني جايه بواحد المنطق ديال اصرف ما في الجيب ياتي كما في الغيب. الانسان ملي كيكون باقي سيليباتير وداكشي، يعني كيكون ما عندوش مسؤوليات، ما كيتسوقش، المهم هو انه يعيش ويخرج ويلبس. وهذا ملي كتجوج، ملي كتجوجي تقريبا كتبقى في السيستم في الاول ديال الزواج وداكشي، ولكن مع المده ومع المسؤوليات غدا كتزاد، ومع الوليدات ملي كيتزاودوا داكشي كيوليو متطلبات اكثر. فاحنا كنا في الاول ديالنا، يعني كنا كنجيبوا داك البركه اللي قسم الله وكنحطوها، كنبقاو نجبدوا ونصرفوا، نجبدوا ونصرفوا، نجبدوا ونصرفوا. في الاخر ديال الشهر كدور تشوف الميزانيه كتلقاها نقصت بزاف، يا يعني اما كتبدا تستغنى على شي حوايج باش تخرج راشق الشهر، ويا يعني اما مهم اكيد كتزيف في الاخر ديال الشهر. ايوا من بعد السنين وداكشي، ومن بعد الوليدات، ومن بعد المسؤوليات، كتبقى غدا الامور غدا، ويعني كتزير عليك بزاف، كيوليو المسؤوليات ديال الوليدات كثر. فكتحاول تلقى دي سوليسيون اللي يخرجوك ويخرجوا لك الميزانيه ديال الشهر ديالك، بلا ما تاخذ كريدي، بلا ما تكون مزير، وتعيش كيف الاول ديال الشهر كيف الاخر ديال الشهر. بقيت كنقلب وكنجرب، كندير بزاف ديال التجارب، ديال يعني كنشوف ميزانيات وكيفاش كيتصرفوا وكيفاش هذا، حتى لقيت واحد الطريقه اللي انا ريحتني وعجبتني ومزيانه، وكتخليني نعيش الشهر كامل كيأولو كيوسطو كيأخرو بلا ما نتزير، بلا ما نكريدي، وبالعكس كنوفر. كتخليني عايشه في نفس النيفو، ما كنطيحش النيفو زعما من الاول شهر لاخر شهر، ومع ذلك كنوفر. نوريكم انا كيفاش كنبارطاجي الميزانيه ديال الشهر كامل. هادشي غير بخصوص يعني الاكل والشرب، يعني ماشي الفاكتورات وداكشي بوحدهم، هذا غير بخصوص المصروف ديال البيت. نوريكم انا كيفاش كنبارطاجي ميزانيتي ديال الشهر، ونتمنى تعجبكم وتلقاو فيها شي فائده ان شاء الله. فوالا البنات، اول حاجه لنجاح هاد الطريقه اولا هاد التقسيم الشهري هي الورقه والستيلو. اشنو كندير؟ كناخذ الورقه وكنقسم فيها الميزانيه ديال الشهر كامل، وعاد هذاك المبلغ اللي انا قسمته كنديرو في لي زونفلوب، وغادي نشرح لكم دابا الطريقه بالتفصيل. نديرو مثلا ميزانيه الشهر، ميزانيه الشهر انا غندير مثلا تقسيم ديال الميزانيه ديال 3000 درهم، وكل واحد على حسب المدخول ديالو، على حسب شحال كيدخل وشحال يمكن له يصرف، وعلى حسب عدد الافراد ديال الاسره. هذه بالنسبه ميزانيه ديال 5 ديال الناس، فيهم جوج كبار وثلاثه صغار. المهم انا اول ما كنشد هذا المبلغ كنحيد اول ظرف اولا اول اونفلوب كندير فيه 500 درهم، هذه ديال التوفير، لان من نجاح اي ميزانيه اولا من نجاح اي تقسيم باغي توفري فيه هو انك تحيدي فلوس التوفير هما الاولين، لان الا بقاو في يدك كوني اكيد غادي تصرفيهم. حنا علاش كنديروا هذه الميزانيه وكنكتبوها في الورقه؟ باش نتي تتحكمي في المصروف، ماشي المصروف يتحكم فيك، لان مادام الفلوس في يدينا كونوا اكيد غادي نخسروهم. المهم هذا اول اونفلوب كندير فيه 500 درهم ديال التوفير. ثاني اونفلوب كنديروه ديال التموين، كنخصص ليه مثلا 800 درهم. هاد 800 درهم خاصه يعني بالهري ولا السوبر مارشي، على كل واحد وفي كيمشي. كنسبق الاولويات هما الاولين، اللي هما كندير لا ليست ديالي وكنسبق الاولويات هما الاولين، وعاده كندوز الاشياء اللي كماليات. انا هادشي كنقولو يعني هادكشي اللي كنطبق انا، اما كل واحد على حسب اولوياته وعلى حسب كماليات ديالو. ثالث انفلوب كندير فيه الميزانيه ديال اللحم. ملي كنقول لحم يعني راه الكفته، اللحم، لداند، لحم الراس، تقليه، اي حاجه كتعلق باللحم الاحمر. والدجاج يعني تقريبا انا 5 دجاجات كافيني في الشهر، كندير
كندير وحده كنخليها صاينه هكاك في الفريغو لضيوف الغفله كيف قلت لكم في الفيديو ديال تقطع الدجاج، وربعه كافيين ني كندير جوج طيبات في السيمانه، اربعه طيبات في كان جوغ يعني كافيين الى السيمانه غادي ندير فيها جوج طيبات ديال الدجاج وجوج طيبات ديال اللحم وجوج طيبات ديال الحوت، والنهار السابع سواء كنكونوا خارجين ولا مسافرين ولا كنديروا فيه شي شهيوه معينه، يعني جوج طيبات ديال الدجاج في السيمانه كافيني، يعني كان جوغ كنكونسومي فيها جوج دجاجات، دونك جابوا ربعه دجاجات في الشهر ووحده اللي كتبقى ديال الضيوف الغفله. وكناخذ منها السمك، السمك حتى هو كناخذو تقريبا على حساب كان جوغ باش ما كنبغيش انا نشد بزاف الحوت يبقى عندي بزاف في الثلاجه، كناخذو كل كان جوغ كناخذ سمك اللي غيكفيني بداك كان جوغ. دونك هاد الميزانيه كنخصص لها تقريبا 600 درهم. الانفلوب رقم 4 او الظرف رقم 4 كنديرو البوطه، لان البوطه البنات انا في الاول بعد خطرات كتسالي لك البوطه مع راه الشهر، ايوا كتلقاي ميزانيه انتي كتبداي في راه الشهر كيف قلت لكم في الاول كتبداي كتكيسي على الميزانيه باش تخرجي راسك، ملي كتسالي لك البوطه وخصوصا الا سالت لك البوطه ديال الدوش يعني هي كتزيرك مزيان. فانا شنو درت البوطه حتى هي درت ليها انفلوب ديالها، يعني وقت ما بغات تسالي مرحبا ماشي مشكل عندي كنمشي نجيبها ما كاينش مشكل، كندير لها ميزانيه ديال 100 درهم بالنسبه لجوج بوطات. اشنو اللي بقى لينا دابا؟ قلنا 500 درهم ديال التوفير ها هي كاينه، قلنا 600 على هاد 100 درهم 700 على 800 درهم ربما 1500 درهم عندي هنا، دونك شحال بقات؟ المبلغ ديال 1000 درهم. هاد 1000 درهم شنو كندير انايا؟ غنجيو لي زونفلوب لي مهمين. دابا حنا عندنا التموين وعندنا اللحم والدجاج والحوت والميزانيه ديال البوطام حنا تهنينا منها، كنجي لهاد الاسابيع كنقسم على خمسة الاسابيع، واخا الشهر فيه اربعة الاسابيع نورمالمون، ولكن الا قلنا الاسبوع فيه 7 ايام دونك غيجيبنا الشهر 28 يوم، وكاين بعض الشهر اللي كيوصل حتى ل 31 يوم. هذيك الايامات اللي بقات اللي كتوصل بعد خطر 3 ايام ما خصنيش نوقف فيها انا ولا نزير فيها، فكندير بحسابها، دونك كندير الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل اسبوع هادشي كندوي على الخضره والفواكه والديسير، الخضره والديسير كنخصص ليه ميزانيه ديال 200 درهم، 200 درهم كافياني في الخضره والديسير في الشهر، باردون في الاسبوع 200 درهم كافياني، باش غادي ديري 100 درهم خضره و100 درهم ديسير راه كافيه. كندير 200 درهم في كل اونفلوب، كل سيمانه كتسالي هذاك الشيء، الا انا كونسوميت 200 درهم ماشي مشكل، ولكن الا بقات لي فاش حاجه كنخليها في الانفلوب ديالها اللي بقات لي هنا كنخليها. وهاد الانفلوب رقم 5 كاين بعد خطرات ما تنوقفش عليه، دونك كيبقى حتى هو كيمشي يا اما للتوفير يا اما حتى هو لضيوف الغفله، ملي كيجيو ضيوف الغفله حتى هو المهم كيسد ليا باب، هذا كيتسمى ظرف ديال الطوارئ ولا ديال اي حاجه جات على غفله، كيبقى هاد الظرف رقم 5 معاوني الا وقفت عليه فوق في وسط الشهر، جاني شي واحد على غفله ولا كانت شي مناسبه على غفله غادي نحتاج فيها مصروف بالزيد ولا هذا كنمشي لهاد لونفلوب رقم 5، والا ما وقفتش عليه في راس الشهر راه كيمشي حتى هو للتوفير. بالنسبه ليا انا هذا هو السيستم اللي غدا بيه. الوغ قلنا 500 درهم كنخليها للتوفير و800 درهم للتموين و600 درهم ديال اللحوم والدجاج والاسماك و100 درهم ديال البوطه، وهذا هي السيستم ديال الاسبوعي ديال الفواكه وديال الخضار. انا بالنسبه ليا هذا مزيان ليا، لي زونفلوب نفعوني. علاش نفعوني هاد لي زونفلوب؟ هو مثلا في الاول ملي كنت ما كنقسمش الميزانيه ومشيت نتقدى مثلا نقولوا مشيت نتقدى اللحم ولقيت الدجاج رخيص نبقى نشري بالدجاج نشري واحد العدد اللي انا ما واقفاش عليه هذيك الساعه، دونك نقدر ندخل في ميزانيه ديال الخضره والفواكه ولا نقدر ندخل في ميزانيه ديال التموين، اولا مثلا ثاني انا عندي دوك الفلوس ومشيت انا للسوبر مارشي ولا الهري ولقيت دي بروموسيون كاينين كنبقى نشري شي حوايج انا واقفه عليهم ولا ما واقفاش عليهم كنقول هذه فيها بروموسيون هذه فيها بروموسيون، دونك كنلقى راسي ضربت بزاف انا في الميزانيه في السوبر مارشي ولا في الهري
وهذا الشيء كيجي على حساب الميزانيه ديال الدجاج ولا ديال الخضره ولا ديال فهمتيني. دونك اما ملي كتخلي لكل حاجه كتخلي لها ميزانيه ديالها ما تفوتيهاش، فما كتعديش على الميزانيات الاخرين لا ديال التموين لا ديال اللحم، كل حاجه كتبقى بالميزانيه ديالها. دونك كتقدري تاخدي داك الاكتفاء ديالك من كل حاجه بلا ما تعدي على ميزانيه الحاجه اخرى. انا هذا هو السيستم اللي ماشيه بيه والحمد لله مخرجني وموفر ليا، وغالبا ما كنوصلش ل 500 درهم الا في الحالات الاستثنائيه. وملي كيتجمعوا لي هاد 500 درهم كنقدر ندير بهم شحال من حاجه، معنات الدار، شونجمون في الفراش، خريجات مع الوليدات، علاش لا. المهم هذا كي ولاد زيان العار، حنا عارفين العيالات ديما عندنا، يعني عندنا الواجبات مع الحباب ومع العائله. المهم هاد 500 درهم ديما اللهم لك الحمد كتريحني، وفي يعني في الوقت اللي كنكون مزيره كنلقاها هي كتريحني. البنات كيف جاتكم هالطريقه؟ كيفاش حولت نظريه اصرف ما في جيبك كما في الغيب الى نظريه لي زونفلوب؟ انا طبقتها، خدمت معايا مده طويله وانا خدامه بها، مرتاحه بها. كي اول شهر كي اخر شهر ما عنديش مشكل، جا شي واحد على غفله ما عنديش مشكل. كنتمنى تطبقوها، راه غادي تعجبكم. يلا نقول لكم تصبحوا على خير وفيديو اخر ان شاء الله. سلامه.